نثمن جهود أعضاء مجلس الإدارة ومنسقي اللجان في مختلف مسارات المدرسة الرقمية، والتي ساهمت في وضع المدرسة الرقمية على خارطة التعليم الرقمي عالمياً وتحقيق مستهدفاتها. اجتماعنا اليوم مهم لأن المسؤولية كبيرة والهدف كبير، ولابد أن نعكس خطط واستراتيجيات العمل على أنها توافق وتكون جزء من حاجة المستفيد من هذه المبادرة. كل طالب وطالبة محتاج إلى تعليم نظامي في الأماكن اللي اليوم ما توفر فيها. طموح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ورعاه وقيادة دولة الإمارات هو أن دولة الإمارات تفتح الآفاق للطلبة في كل أنحاء العالم مهما كانت ظروفهم، من خلال التعليم، من خلال تمكينهم بالمهارات والعلوم اللازمة على النجاح والمضي قدوة في حياتهم.